معارك محتدمة في صرواح غربي مأرب ربما تكون هي الأشد منذ سنوات، حيث اندلعت عقب إفشال قوات الجيش عملية تسلل أكثر من مرة كانت تحاول من خلالها ميليشيا الحوثي التقدم والسيطرة على مواقع للجيش الذي قاد هجوما معاكسا ما زال مستمرا حتى اللحظة. تم اقتحام هذا المواقع في صرواح، وأنا ولا زال الهجوم مستمر. أبطال الجيش الوطني يواصلوا الهجوم، وان شاء الله قدام الى صنعاء والى صعده باذن الله. قضينا عليهم والاسراهم موجودين والقتلى حقهم، الشعبان ملانه من قتلاهم، وراهم لا صنعاء. تسريبات بمقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة المعين من قبل الميليشيات المدعو مبارك المشن نتيجة خلافات بين الحوثيين القادمين من صعدة والمتحوثين من مأرب، حيث حمل الحوثيون المشن المسؤولية بالتسبب في فشل عملياتهم العسكرية الهادفة للسيطرة على مأرب. نرسل رسالة أخوية صادقة لإخوتنا الذين يعدون بالأصابع ممن انخدع بشعارات المسيرة وشعارات الحوثي وبقي في صنعاء من أهل مأرب. تعالوا إلى مزارعكم، تعالوا إلى بيوتكم، تعالوا إلى قبائلكم، وستجدون في استقبالكم كل إخوتكم ومن يحبونكم، وعفى الله عما سلف. اقتتال مستمر طيلة الأسابيع الماضية، تمكنت الميليشيات في واحدة منها من تحقيق تقدم ملحوظ لم يستمر طويلا، حيث تم دحرها من المواقع التي سيطرت عليها مؤخرا. بالنظر إلى ما هو حاصل بصرواح من تحشيد وزخم في المعارك لطرفي الصراع، يتضح أن ثمة تغيرا واضحا في خارطة المواجهات وسير العمليات العسكرية بعد دخول قبائل مأرب على خط المواجهة والدفاع عن المحافظة. رافقته دعوات لبعض أنصار ميليشيا الحوثي من أبناء مأرب بالتخلي عن الحوثي والالتحاق بقوات الجيش ومعركة استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.